مرحبا. بدي احكي عن نحن عن الفيسبوك. اذا انت نزل عملت داونلود مثلا لصفحة معينة، لك انت عندك صفحة فرضا، او عندك يمكن اي شيء، انت يمكن حتى بالفيسبوك اي بي اي. اذا انت نعمل هون، اذا نزلتهم جيسون فورمات، جيسون، فاذا فيسبوك وجيسون، هذا هو اللي بدي احكي فيه. فلما بتنزله حقيقة أنا ما لقيتها سهلة أبدا إني أقدر أقراها، بالأخص إذا كان عندي كتابات بالعربي. مثلا يعني أنا مثلا نزل كذا صفحة هون، أعمل لهم داونلود. أوكي، مثلا مثلا هيدا language similarity notices مثلا. أوكي، فهذا البوست، عم شوف البوستات مثلا، هيدا جيسون. فاذا هيدا جيسون تكست، هون مبيني بوست بوست بوست. فهيدا البوست اذا انا بدي اجي اقراه، اذا بدي اجي اقراه بالعربي، حقيقة انا ما لقيتها سهلة، فقلت بنحكي فيها كلمتين. اول شي فينا نعمل، فينا نعمل مثلا data من هيدي string وحطها بقلبها، بتبلش بدبل كوتس هون وبتنتهي بدبل كوتس. فاذا هيدا مشيناها. بعدين شغلة تانية، بستعمل هالتطستر تكست امبورت لتكست راب. هلا التكست راب حقيقة منا ضرورية ابدا، خليني اعمل لها هيك وخليني اعمل لها هيك. وهي الفكرة الاساسية هي هون، فداتا دوت انكود لاتن 1 دوت ديكود يو تي اف 8. وهون ساعتها فينا نعمل هون print مثلا لاس، هيدي هي الفكرة. ناج باللهجة اللبنانية، ناج هي كانت كلمة بالانجليزي، ناج انا هيك كنت اكتب. فالبوست هو هيك، نق باللهجة، النق بالفصحى، الضفدع، دجاجة تصدر صوتها، كتير حلو. مهضوم البوست على كل الاحوال. فالفكرة انه لازم نقول انه هيدي السترينج اللي هي هاي، اللي هي ان هو الهوس عن جد صعب ينقروا، هو صعب ينفهموا. لانه اول شيء جربت اني استعملها هيك مثلا، ما زبطت، كان يورجيني هالكتابات الغريبه. رجعت بعدين جربت بهاي مثلا انه بركي بيفهم هيك مثلا، لانه هيدا كمان. ف مرقت معي بستاك اوفر فلو، هالنقاش كان موجود، فكانت لازم تنعمل هيك انكود. على كل الاحوال، على فكره هلا ليش هيدا مرقت، انه على اساس انه هيدا بتحل المشكله، بس ما حلتها. لانه على اساس تحل المشكله بالبايثون 3، بالبايثون 3 ما ضروري تحط دوت انكود بعدين دوت ديكود، دغري على اساس بيعمل لها انكودينج، بس معها هي مبين هون مش عارف يعمل لها انكودينج، فلابد انك توجهه بالانكود. شو قصة الراب؟ حتى مشيها مرة تانية هون مثلا. اوقات اذا الجملة طويلة بيجي مثلا تصدر، بحط تصد والره بحط على سطر جديد، فلنحل المشكلة عملنا لها راب. هيدي كل القصة. في بيقدر واحد هون يحط مثلا 20، ساعتها مثلا بياخد حجمه معه 20 هيك، نق، ضفدع بالفصحى، دجاجة صوتها مثلا، حتى نعمله مثلا 15 لنشوف شو بيطلع. نق باللهجة اللبنانية، نق بالفصحى، كانوا عم بياخدون كلمة كلمة مثل ما انا شايفين، هي شغلة حلوة. بس اذا تركناه هيك ساعتها بياخدوا على ملاته يعني، لحد ما يبين مثل سطر جديد او شيء هيك. مش عارف اذا في سطر جديد، انا عادة كنت اعمل انه هيدا 74 65، معناتها هون لازم يكون في باك سلاش ان، بفتكر بشي محل باك سلاش ان، هي مزبوط في هون نزلت سطر، هي هيدي، هي اجبارية، ما افتكر ما في غيرها. لازم في هون بارنتيسيز، مزبوط بارنتيسيز، بعدين كلمات، بعدين لا في والله في نزلت سطر تاني، ما بعرف ليش ما نزل سطر مرة تانية، ما بعرف. على كل الأحوال ما بدي أبحث أكثر من هيك بالموضوع. بكل بساطة إنه اللي عنده كود بجيسون ونزله من الفيسبوك، فبيقدر إنه يعمل كوبي بيست بهيدا الداتا ايكوال، بحطهم هون وبيمشي هاد التسطر.
ويطبع له اياهم. وهذا كل شيء، يعطيكم العافية.